شي يضربك. انا ابو حسان من مخيم الفرات. احنا سكننا تقريبا صار لنا بالمخيم حوالي الشهرين، ما يقارب الشهرين. والله يا اخي احنا طبعا اول ما اجينا من دير الزور اجينا من ويلات الحروب والموت، واجينا لهنا على اساس نرتاح، نرتاح انه نريح شوي من ويلات الحروب. يجينا لهون لقينا الوضع اصعب مما كنا به، يعني لو ظالين تحت الموت هناك افضل من هنا. ليش السبب؟ اولا جينا على المخيم، يعني شايف شلون المخيم صار، اجانا فصل الشتاء صارت المي وين تتدفق علينا على الخيام. الناشد المنظمات الخارجيه انه تعالوا يا اخي، تعالوا انظروا لحالنا، شوفوا لحالنا يا اخي، شوفوا بس ايش صاير معانا الاطفال. انا واحد من انا واحد من اصحاب المخيم، عندي 16 نفر، رحت ادور على شغل ما في شغل. الوضع شايف شلون الطين، نريد واحد يساعدنا بنقل التراب، بس هيك نحط قدام المخيم وتفرج عليه وشوفوا انت. مخيم 75 خيمه، يعني فيها مو اقل من 500 نفر بمرحاض واحد، مرحاض واحد دورة مياه واحدة. أجوانا ولكن شيء لا يذكر، يعني شيء بسيط والله العظيم. في ناس قسما بالله باعت لباسها لابسته في سبيل تشتري دواء لأولادها. ها في مدرسة بالمخيم؟ هاي المدرسة. هاي هي المدرسة؟ ايه. يلي جنب السيارة؟ ايوه هاي المدرسة حماك. وفي حدا بيدرس فيها؟ ايه يدرس بي مدير. مدرسة دوامة جاي يدامون. طبعا الكبار لحال والاطفال لحال، كل منهم تقول يعني ساعات الاستاذ يحط بيناتهم، والمدرسه تاخذ 25 واحد وب 100 وشي كم طالب يعني اللي موجودين بالمخيم، يعني على الاستاذ على دفعات يعني دخلهم بالخيمه ويطالع ويعطيهم درسين يطالعهم وينزل بدالهم. احنا من الدير جينا من الدير. وصلتوا لهون؟ صار لنا شيء ثلاث شهور. طيب ما بقى احد يساعد؟ والله ملينا، اذا ما يساعدونا خلاص يعني بلا ما يقولون الامم المتحده راح تعينكم، راح تجيكم اغاثه. هي اغاثه اللي يحكون عنها كلام بس يسون. والله شو نجيب هالشيء هذا؟ احنا صار لنا 20 يوم والله العظيم اسم المعلمات ما يجيبونا اياها، جابونا مرتين يعني قاتلين حالهم بهالمرتين على فكره. ما عيش نفس تحط لها كرتونه بيها 7 علب حمص على الفول، ما عاد بدنا اياها خلص ملينا. يا امه جنونا بالمعروف، يا امه عيفونا خلص، بدنا تنعرف انه ما حدا يعيننا. جد ملينا يا اخونا، عندنا اطفال، عندي طفلين الساعتين هذاك وطفلي مرضان، لا عندي قدره بدي اوديه على مشفى. اذا بدي اوديه على المشفى بدي يكتب لك وصفه بهالشيء هذا. انت عندي قدره اجيب انا 5000 وصفه ابني عندي اجيبها؟ لا خلص يموت. بعدين ما يسالون عنا المات ولا الطاب، منو بده يسال؟ شوفني منو بده قلبه يوجعه على الاطفال؟ ما حد. اخوكم فاتح عوض مدير مركز الايواء المؤقت في هيئه ساعد. بصراحه نحن من فتره يعني كان في قله بدعم المنظمات. نحن اهم شيء كان عندنا اللي هو انه نحن ما بتعرفوا مركز ايواء مؤقت انه تجي منظمات ثانيه تاخذ النازحين اللي عندنا لمراكز ثانيه. او دعم مثل ما بتعرف هلا داخل فصل الشتاء كان من البسه او من مواد تدفئه او يعني من جزمات بواط للاطفال وللنازحين. صراحه نحن لاحظنا بالفتره الاخيره في ركود عند المنظمات بشكل عام. طبعا هو غير مقصود ولكن هو قله دعم، ما يعني شو هدفه او شو مين وراها ما بنعرف.